في تحضير الطبق الرئيسي لنا اليوم، ونشوفوا يعني في اخر الحلقه كيفاش راح يكون طريقه التزيين. اما الان زكي نخلوك راكي تحضري، اما الان حنايا نروحوا مع بعض الى تقرير اخر حول اغاني يعني نقولوا الى افلام لافلام الكرتون، اقول لما زالت يعني راسخه في اذهاننا، يلا نشوفها مع بعض. أشعر بأنك سعيد. جميل أن يحصل على مساعدين يحققان أحلامه. يا سوسان احزب ميغالو، يا سوسان احزب ميغالو، يا سوسان هذا الأوان، الآن سنثبت أننا الأمهر في السباق. منار وتالا خذ دب ورمى، منار كابتن ماجد، كابتن ماجد، كابتن ماجد، كابتن ماجد، عاد إليكم من جديد، سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى، كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى، سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى، كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى. صراع الجبابرة بعد قليل على أكشن. أحلام تيمي في الأوقات التالية على كوميديا. محمد العربي طرقان، الصوت الرسمي والملحن الرسمي لسبيس تون. سنعود بعد قليل. يعني محمد العربي طرقان نورنا في بلاطو برنامج صباح الشروق، نرحبوا بك. صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، كيفك؟ مرحبا بك. الحمد لله. يعني هذه كانت لمحة صغيرة في هذا التقرير، نشكر دائما يوسف يحيوي على هذه الورقة بداية. يعني قبل ما نبداو في رحلة الحديث يعني الحوار معك محمد، وش رايك تسمعنا ولو مقطع صغير نفتح أقول به لقائنا؟ أيوه أوكي. حلمنا نهار نعرنا محقق كونان. كونان؟ إيه، ولكن هو حب أنه يسمع أغنية من تلحينه كلماته. لا لا، هي تلحان وكلمات والدي منها. حلمنا نهار نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشناه، نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحيا. أي روميو أحد الأصدقاء. المشاهدين أنه هذه مش شارة كرتون وإنما برنامج صباح الشروق، ولكن اليوم حبينا أنه محمد العربي طرقان يكون ضيفنا لنا اليوم. أغاني موكي، ما كابتن ماجد، المحقق كونان، يعني كلها شارات كأغاني كرتون يعني تربينا عليها، وعلى احنا تربينا اكيد على صوت الوالد سيد طارق العربي طرقان. نوجه له تحيه من هذا المنبر، منبر صباح الشروق. يعني وانت راك يمكن في نفس المساء وراك راح تحمل المشعل عن الوالد ان شاء الله. بدايه الله محمد، احكي لنا كيفاش دخلت لهذا المجال. يعني نقولوا مش صدفه وانما يمكن ايوه من الوالد، تشجيع من الوالد، وكان بحاجة أطفال ليغنوا معه بالشارات أو تأدية أدوار أطفال بالأفلام أو المسلسلات اللي كنا ندبلجها كمركز الزهرة قبل سبيس تون. يعني هذا الكلام بال 92 93 94 البدايات كانت. دخلنا دوبلاج، بعدين كان بحاجة الأطفال يغنوا بالشارات، فكان مثل ما ذكرت من قبل هو الوحيد المتزوج وعنده أولاد، الباقي كان عزابي لسه ما حدا متزوج بالشركة، فنحن كنا الوحيدين أنا وديما. ديما أكبر مني بسنة، يلي غنيت الرمية الملتهبة وغنيت موكا موكا، وفي تالا أيوة أنا وحيد، وفي تالا الأصغر مني بأربع سنين اللي كمان غنيت ببابا روفيل وفرحان. فهي كانت البدايات ولهلأ. يعني وش هو الشعور نتاعك وانت تسمع كم الناس يمكن تردد اغاني الاب نتاعك، يعني اطفال وحتى كبار، مثلا كابتن ماجد حتى اليوم، وكذلك المحقق سابق ولاحق. سابق ولاحق، لا لاحق، الحان انترناشونال يمكن على ما اعتقد كان كلماته السباق الكبير له، الضربه الصاعقه او الكره الصاعقه نسيت. طبعا اكيد شعور بالفخر، وبنبسط لما بشوف حدا بجيلنا عم بيغنيها مو خجلان، عرفتي؟ لانه هلا اللي اذا حدا بيشوف كرتون او بيغني
فاي يا عيبه هذا ولد صغير. لا انا ابي هلا وبيقول ابي توم وجيري اما ما تطلع توم وجيري بيقعد. انا بعض الافلام كرتون لهلا بقعد ما لها علاقه بالعمر هون الولد اللي جواتك يعني اكيد يعني هو احد. احكي لنا على الاعمال نتاعك انت محمد يعني سنوبي باص المدرسه. الاعمال اللي شاركت فيها كغناء شارات لما كنت صغير هن سنوبي موكا موكا بابا روفيل فرحان أراجاي كابتن باور ون بيس دول لما صار صوتي هيك عريض. والعمل اللي لحنتها هورسلاند أرض الخيول كوكب الباندا زائد بعض الأغاني الداخلية للأعمال الدبلجة. بهذه الأعمال كامل ما خلاكش أنك تفكر محمد أنك تدخل في مجال يعني تلحين لفنانين؟ لا أنا المجال تبع الطفل برتاح فيه أكتر يعني الثاني حاولت فيه واشتغلت فيه بس لقيت حالي بمجال الطفل أكتر بقدر أقدم وأعطي أكتر بأكتر من يعني بجوز التلحين مجال الفناني فقط تلحين بالطفل لا بلحين بجوز أكتب بساوي الساوند افكتس المؤثرات الصوتية بالإضافة إلى الفويس أوفر والتعليق. نعرفوا انه يعني في هذا الزمن تغير الكرتون مقارنه بزمن الوالد نتاعك محمد يعني يمكن عايشت انت الفرق بيناتهم. هل انت راضي على مستوى الكرتون لو يعرض اليوم في الشاشات التلفزيونيه؟ يعني بكل صراحه راضي عن بعض الاعمال مو كلها. هلا كله صار متوجه للعنف للدعايه ليروج فقط لمنتجاته. القديم كان فيه قيمه كان فيه هدف. هلا لا الاغلب فقط عنف قتال خناقه مشاكل ما عاد في اعمال الى مستوى مثل يلي كانوا بالثمانينات او التسعينات. وحتى اذا في انه يعني هذه الاغاني موجهه للطفل والطفل راهو براءة يعني نعرفوا يعني نقولوا صفحه بيضاء يعني لازم أيوة انه هلا حتى لو في اعمال ما راح تظهر لانه في عندك 200 عمل سيء واحد المنيح ما راح يظهر بين ال 200 عمل اللي عم بينعرضوا على قنوات بشكل عام. يعني وانت يعني بالنسبه هذا يمكن الشيء اللي خلاك انك تبقى في هذا المجال مجال الطفوله يعني مجال البراءه. ايوه هذا هو السبب. يعني هذا من بين الاسباب اللي خلاك انك تبقى في هذا المجال. ولكن يعني والوالد وش هي النصيحه اللي دائما ما زالك تتذكرها يعني خاصه في هذا المجال من عند الوالد نتاعك نصيحته لك؟ نصيحته لما بكتب شارات او بلحن أو خاصة بالكتابة تدقيق على اللغة العربية تقطيع اللغة مخارج الحروف استخدام كلمات مو منتشرة كتير مشان الولد يتعلم كلمة ومعنى ومفردة جديدة. أكيد أكيد. وبمجال التلحين اللحن البسيط اللي بيستوعب الطفل فورا صح. مو أوركسترا تعطيه ولد أعطيه شيء بسيط وحلو مو بايخ مثل ما نسميه بالشامي. لا شيء للطفل يكون راقي حتى كسمع. يعني صفة أو يمكن أنت ورثتها عن الأب نتاعك محمد. الصوت. نفس الصوت. إيه. هلا أنا لما بنحكي على البيت ما بيعرفوا ما بيقدروا يميزوا بيني أو بين أبي. هلا من جديد بيميزوا بس بالأول لا. إنه قالوا إيه طارق هني بكون أنا عم بحكي أو قالوا إيه حمودة أو محمد بكون والدي. يعني جابوا الصوت. الصوت تقريبا. يعني احكينا على اجواء العمل انت والاب نتاعك كيفاش تكون يعني هل اسكو يعني حتى اليوم هو مازال يساعدك في كتابه الكلمات والتلحين؟ طبعا انا بكل شيء بساويه برجع لابي. يعني هو مرجع لك في هذه الحياه. لا اكيد. وحتى هو كل ما بيشتغل بيسمعنا حتى لما كنا صغار اولاد 5 سنين 6 سنين بسمع وبياخذ راينا بياخذ راي الجميع. وخاصة نحن كونا اولاد فبشوفنا حبينا اللحن حبينا الكلمات عملنا هيك هزينا معناته اللحن حلو قوي. ولهلا انا وياه دائما يعني اسمع هي اسمع هي شو رايك بهي مثلا فينا نحط الله آلة ثانية او ثالثة او عمل التوزيع هيك او حط هذا الصوت. يعني هو طبعا اكثر هو
اكيد يعني بحكم الخبره نتاعو واكيد ان شاء الله انت راك في نفس المسار كالاب نتاعك. يعني احكي لنا يعني وش رايك انك تسمعنا اغنيه ساره محمد يسمعنا اغنيه لها مكانه خاصه عندك يعني ويمكن من بين الاغاني المشرحة يعني حتى وين كبرت وكان السن نتاعك يعني مازال ان شاء الله الخير القدام ولكن دائما تذكرها ودائما تسمعها ودائما تغنيها. باصل مدرسة هذا الشارع كانت ثاني شارع بغنيها او الثالثة بالعمر الست سنين سبع سنين تقريبا. باص ويحلق في الأجواء يغوص لأعماق الأشياء يجول بنا كي نتعلم هذا هو باص المدرسة. نطرح موضوعا ونسأل نبحث عن تحليل عن حل نحاور بالعقل ونفهم طلاب ومدرسة. لا 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 لا. لماذا هذه الأغنية تحديدا؟ هي لأنه بتذكرني بأجواء العمل القديمة أول ما بلشنا الدوبلاج أول ما دخلنا هذا المجال كأطفال بتذكرني بمكان الشركة أجواء العمل الممثلين المغنيين والشام والاستديو القديم يلي انطلقت منه الزهرة اللي هي الأم لسبيستون. شو تغير في يومنا هذا يمكن فقدته أنت يعني محمد شوف أنه مختلف يعني المختلف ونعرف أنه التطور التكنولوجي يمكن طغى أكثر يعني ولكن أنت تحن لهذوك الأيام. هلأ هذيك الأيام كان التسجيل أو التلحين أصعب من هلأ. هلأ على الكمبيوترات صار أي شخص موهوب وعنده مخ بيقدر يعني يشغله صح صار سهل عليه يستخدم تقنيات هي. زمان كان لا جدا صعبه وكان بدك معدات كثير عفوا مو معدات كثير حتى لو عندك فقط اورج مو كان اي شخص يقدر يعزف ويقدر يلحن. هلا لا يوتيوب تفوتي بتتعلمي في ناس تعلمت من اصحابي الات عزف فلوت ولا اورج ولا جيتار عن طريق اليوتيوب. انا بتعلم بعض البرامج عن طريق اليوتيوب من قبل لا هلا كل شيء صار اليوتيوب سهل المهم اكثر خاصه هذا الشباب اليوتيوب الانترنت وصار في كثير شباب دخلوا مجال الصوت ما شاء الله منهم صديقي هون يونس بحري اسمه جزائري بيشتغل في الموسيقى التصويريه هذا من الاشخاص اللي بتعلم لوحده مثلا كل شيء برامج كل شيء وما شاء الله بيعزف اربع خمس الات يوتيوب كتب كل شيء على الانترنت. ايوه بالضبط. فهلا اسهل من قبل لا كان بدك استاذ خصوصي او واحد ولكن هذا يعني الشيء هذا شيء مهم انك تتعلم عند استاذ يعني مش عن طريق الانترنت يعني أيه طبعاً تخدم الفنان يمكن اكثر. اي لا لا صح بس كمان في اليوتيوب او عفوا مو اليوتيوب فيك تقولي اي شيء على الانترنت في مواقع للتعليم بيعطوكي شهاده هو كانه درس خصوصي عم بيعطوكي مثل الاستاذ بس الفرق انه استاذ لايف وقدامك قاعد صح ما ننكر اهميته هو الاهم طبعا بس في ناس ما عندها المقدرات تروح عند استاذ او تتفرغ عندها وقتها الخاص بتفوت يوتيوب على يعني هذا الشيء سهل يمكن المهمه للفنانين. محمد ما فكرتش في يوم من الايام انك تعمل سينجل روحك؟ انا مساوي بس فقط الي يعني ما مو كل شيء بنزله على للاب نتاعك ما نصحكش انك تنتج اغنيه لروحك فيديو كليب ورانا في زمن السينجل والفيديو كليب ولا مره حكينا بالموضوع. ليش؟ انا بمجالي مبسوط مروق يعني هذا يعني كثير بنبسط وبلاقي حالي في هذا المجال قد ما بتعطي بتحسي لا لسه بدك تعطي اكثر وانت مبسوطه فرحانه يعني عندي مقارنه بنقول بعيدا عن أخرى. مجال الطفوله يعني يمكن مش حتلقى اريحيه اكثر هلا شو الشيء يمكن انت بحكم يعني نقولوا انه في هذا المجال راك تتعامل مع ملحنين يلحنوا للكبار يمكن مع الاب نتاعك كذلك وشو الشيء اللي لمسته يعني وشو الاختلاف ما بين انك تلحن وتكتب للطفوله وانك تلحن وتكتب للكبار فنانين لما بتلحني ل الفرق لما بتشتغلي للطفل والشغل يكون بايدك انت عندك القدره لتحكي عن اي موضوع بتحبيه لما بدك تحكي تلحني لشخص معين رح تمشي بسياق معين مفروض عليكي
ولكن في كثير نقولوا انه ملحنين اللي يكتبوا اغاني لحنوا اغاني ولكن هما اللي يفرضوها على الفنان، مش الفنان يفرض رأي يفرض رأي يفرضها اقول عليهم. هلا انا بكتب كلمات وبفرضها على حالي فقط. عرفتي ما بعطي حدا يغني، وبنفس الوقت بكتب للطفوله، بكتب يعني متفرغ للطفل اكثر يعني. وعندك يعني اغاني وتلحين يعني نقولوا احنا مشاريع او لمشاريع يعني نقولوا في دائما في هذا المجال في مجال الطفوله؟ نحن عندنا مشاريع للطفوله داخل سبيس تون وكتورغان برودكشن، انا ووالدي شركتنا بنشتغل اعمال مثلا اذاعيه، مو بالضروره فقط طفل، لا نشتغل وثائقي، نشتغل اعمال اسلاميه ايوه، ودراما كانك عم تشوفي مسلسل بس فقط صوت، وكمان صناعته اصعب لانه بدك تحطي له المؤثرات الصوتيه تخلي المستمع كانه عايش اللحظه وكانه في صوره. تخيل هذا مثل اللي بيقرا كتاب بصوته، هلا عم نقراه بصوت ممثلين بالاضافه لموسيقى ولا ساوند افكت، وكمان الاعمال الوثائقيه ببلدان عن الطبيعه الحيوان النبات. يعني شوقتنا انه نستعرض بعض الاعمال نتاعك محمد. ايه يلا نشوفها مع بعض وبعدها مواصلين. هل اشتقتم إلى أعمال سبيستون القديمة؟ هل تحبون أن نستعيد هذه الذكريات معاً؟ إذن دونوا على مذكراتكم جمعة الذكريات، وذلك في 31 من شهر مارس من 9:30 صباحاً وحتى 12 مساءً، حيث جمعت لكم سبيستون باقة من أجمل الأعمال التي أحببتموها على مدى 17 عاماً. سبيستون، أطفال الأمس، شباب المستقبل. سبيستون. جعلني من عباد الرحمن، أدعو الله أن يرزقني الذرية الصالحة. سبيس تون، كل عام وأنت قناتي. نقول كل عام وانت متألق محمد العربي طرقان، يعني نورتنا بالحضور نتاعك. يعني كلمة انا بشوية هلا في كنت قاعد برا، طلعتي انت يمكن سلمتي بعدين رجعتي انت، ما ميزت عرفتي، فقلت له نفسها، قال لي لا هي اختها. الله يسلمك. يعني كلمه تحب انه ننهي بها الحديث نتاعنا نهار اليوم توجهها لكل المشاهدين اللي مشوفينا هذه اللحظه، خاصه الاطفال منهم الاطفال الجزائريين. تحيه للجميع، اطفال وكبار وصغار، وتحيه لعائلتي. نحن قلت لك سوريين جزائريين، انا ربيت وولدت وعشت بسوريا لكن جنسيتي واصلي جزائري. يعني جاي زيارات هون الجزائر، جاي زياره، وهون في قسم كبير من عائلتنا بوهران بالعاصمه، فبوجه تحيه لكل عائله طرقان بجزائر وبسوريا وبالوطن العربي، وللعائله بشكل عام، لاصدقائي خاصه الاب نتاعك سيد طارق العربي طرقان. هلا بيكون فاق يمكن، صباح الخير بابا. وكثير مبسوط بزيارتي. انا قلت لك هي اول مره جيت الجزائر كان عمري 4 شهور، هي المره الثانيه دخلت بال 30. في زياره شغل ولا زياره زياره شغل والعائله، شوف عمومي واولاد خال اولاد خالي، فكثير مبسوط ومنبهر بجمالها. كنت بشوفها صور وابي بيحكي لي ستي الله يرحمها كمان، لانه ستي اصلا جزائري، وبدي احاول يعني. انا قاعد اسبوعين حاسس كل يوم بدي اروح على ولايه مشان اكسب شوفت الكل. شو من الولايات اللي زرتهم حتى اليوم؟ ما شفت العاصمه فقط، طالع الاسبوع القادم ان شاء الله على وهران ان شاء الله، ومن هنيك بدي انطلق يعني الغرب الجزائري ان شاء الله. الغرب ان شاء الله ما تكونش اخر. بدي اروح على الصحراء، بدي اروح على الثلج، بدي اروح على المزارع كله. خاصه يعني نصحوا كذلك بالجنوب، يعني الصحراء الجنوب ايوه الجزائر. انا بدي اروح، بدي اركب جمال، انا بحب الجمال. شو راح تقدم في الجزائر؟
قاعد شي اسبوعين هلا ان شاء الله، وبعد رمضان ان شاء الله في زياره ثانيه ان شاء الله. مرحبا بك دايما، مش حتكون الاخره لا ان شاء الله. محمد نورتنا بحضور انتك. الله يخليك، هذا نوركم، نوركم انتوا الاثنين. الله يسلمك، ربي يعيشك. اما هو بقول لك هذا نورك يعني نورك الاثنين. الله يسلمك. اما الان مشاهدينا ننتقل الى دراستنا اليوم.